دوري، لكن اليوم حصل حدث مهم، وهذا الامر ايضا احنا يعني دورنا نسلط عليه الضوء، لانه يعني ما صارت، يعني قاعد يتكرر الموضوع اكثر من مره، ونفس النقطه اللي نناقشها تظل نفس ما هي. يعني ما ادري، يا الاتحاد ما يسمع، يا الداخليه ما تسمع، يا ما ادري، والله ما ادري اللي ما يسمعنا منه. لما لا سمح الله واحد يصير فيه شيء ويروح من شيء سهله، بعدين يقول لك والله افتح تحقيق، سوي لجنه تحقيق، وانطر اللجنه وانطر مي. زين ليش؟ مو قاعد نقول لكم يا جماعه حادثه اليد، الان حادثه القدم، بادري باكر، ما يصير احداث تحصل، ما في رجال امن، ما يصير، ما يصير يا حكم المباراه يا اخي. انت لما تتعور لو يصير فيك شيء تروح تشتكي عند المخفر ولا تروح تشتكي على، ليش من الاساس يا تخلي المباراه تشوف رجال الامن ولا لا تقيمها يا اخي. ارجع اكرر، لما واحد يروح من شيء سهله باكر يلا تتحركون يعني. عموما خلينا نشوف اللقطه وبعدها سنعم.